بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا اجعلنا من الأبرار يا حلال يا حنان يا منان. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، وينما شركاكم لله، وينما اللي قلت عنكم ربي محتاج إلى شركاء. اش يقولوا من جهل محمد قاتل؟ اش يقولوا؟ أو الآية التالية قالت من دون الله، باش الأمر يتم بوضوح. قالوا، شوف جواب الحمقى اللي جنوا على روحهم في الدنيا، قالوا ظلوا عنا، خذوا طريق غير طريق احنا، ولهذا ما همش حاضرين معنا. ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كناش ندعوهم، ما كناش نعتبروهم، ما كناش نذكروهم. ويكذبوا، ما عمرك ما تطيق الكلام المنافقين ولا المشركين ولا الملحدين. لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الحقيقة هي تربي بينهما في ضلالة ثابتة لأهل الكفار. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض، العذاب هذايا نتيجة فرحكم ليكزيتاسيون في الأرض بغير الحق، وأنتم وزاد دي جنجيش، وبما كنتم تمرحون. وتزيدوا ياسر في التمثيل علينا، هل أنتم في قمة الفرح؟ المرح هو قمة الفرح. نسأل الله السلامة، وربما يعاوننا ربي باش نرجع للآية التالية ونزيد تفصيلا لها بفضل الرحمن الذي جعل آيات كتابه مفصلة حتى لا يقول أحد منكر أنه لم يفهم، لأن الكلام كان مختزل وكان غير مفصل. نسأل الله السلامة.